السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم إن شاء الله هو إعادة الفيديو أو الدرس السابق ديال الرواية الخاصة بالقفطان أو الجلابة، والطريقة من بعد الفاصل الإعلاني. الأدوات اللي غادي نحتاجو: كلشي نمرة 12 أي 0.60 مليمتر، الحرير مبروم على 4 شعرات، وإلا كان التوب رقيق بزاف يمكن لينا نبرمو على 3. أول حاجة يعني هاد الخدمة غادي نديرها مغايرة اللي شفتوه يعني الفيديو السابق، يعني طريقة سهلة لأن العديد من الأخوات قالوا لي ما فهموش الدرس نظرا للتصوير. المهم تنديرو عقدة بداية، لاحظوا مزيان، من بعد عقدة البداية غادي ندير الدائرة السحرية، وهذه الطريقة أنا ديجا وضحتها لكم من قبل، يعني ما عليكم غير تشوفوا في القناة. وفي هذه الدائرة غادي نرتفع عفوا بثلاثة سلسلات، فهاد الدائرة غادي ندير تقريبا 20 عمود، يعني غادي نعمرها كاملة بعشرين عمود. المهم المقدار نتوما اللي بغيتو، الحجم اللي بغيتو، انا غادي نعمرها ونعاودو نطلقاو. من بعد ما كملت 20 عمود كما تلاحظوا، هاد الخيط هذا اللي عندي، هاد القصير هذا، تنحاول نجبدو لعندي، لاحظتوا، باش نحصل على دائرة. لاحظوا مزيان، هذا غادي نحاول نجبدو، تنحصل على دائرة. هاد الدائرة خاصني نسدها، يعني بغرزة منزلقة، غرزة منزلقة هي اللي غادي نستعملها ما بين العمود الأخير والعمود الاول. لاحظوا مزيان، هنا غادي نستعمل غرزه منزلقه، غادي نخرجها في مره، انا خرجتها في العمود الاول، دابا غادي نخرجها ثاني في العمود الاخير. لاحظتوا هاد الاعمده اللي عندي غادي ندير فوق منهم غرزه حشو، يعني فوق كل عمود غادي ندير غرزة حشو. لاحظوا مزيان، نبقى غادة بهاد العملية حتى نسالي. من بعد ما كملت غرزة حشو فوق كل عمود كما تلاحظوا، دابا غادي ندير سلسلة مكونة من 7 غرز، 7 ولا 6. تنجيو لهنايا، لاحظوا مزيان، حتى حسبوا العمود الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، يعني السادس تندخلوا فيه الكروشيه، تسلبوا الخيط، يعني تنديروا غرزه حشو كما تلاحظوا. هاد السلسله هادي اللي خدمنا، لاحظوا مزيان، هاد السلسله اللي خدمنا تنعاود ندور العمل ونخدم عليها 14 العمود او 13 على حسب المكان. خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة،
حداش، اتناش، تلتاش، اربعتاش، كيف ما لاحظتوا انني من بعد ما خدمت 14 العمود، تنجي العمود اللي وراه، لاحظتوا مزيان اللي وراه فاش خدمت بعدا، يعني هذا العمود اللي وراه تندير غرزة، عفوا تندير غرزة منزلقة، لاحظتوا من بعد تندور هاد الأعمدة هادو، لاحظوا هاد الأعمدة فوق كل عمود غادي ندير غرزة حشو، لاحظوا مزيان فوق كل عمود غادي نخدم غرزة حشو، ولني العمود الأول أي الغرزة الأولى ما نخدموهاش، نجيو الثانية، يعني غادي ندير غرزة حشو، هي جد سهلة ويمكن لك يعني تفنني في الشكل ديالها، يعني تكبريها ولا تصغريها على حسب الأعمدة اللي درتي، يعني هذا الحساب هذا اللي درت لكم دابا ماشي هو الحساب اللي درت لكم في الفيديو السابق، لأن الخدمة بالحرير ماشي هي الخدمة الحرير الصبرة، ماشي هي الخدمة بالحرير المبروم، الصبرة تجي شوية غليظة، لاحظوا مزيان من بعد ما كملت الأعمدة كاملين، لاحظتوا تنجي تنضرب تنثبت، لاحظوا فين في الغرزة اللي ورا هادي، تنديرو غرزة منزلقة، لاحظتوا من بعد غادي ندور العمل وغادي نخدم تاني سلسلة مكونة يعني نفس العدد من سبعة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، تنجي تنحسب في الأول خليت يعني ضربت في العمود السادس، يعني واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، لاحظتوا عفوا هاد الأول هذا ما تنحسبوش، يعني واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، فوق هاد السلسلة نفس العدد غادي نديرو 14 العمود، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة، تلتاش، أربعتاش، كيما درنا في من قبل، يعني هاد الغرزة هادي فين ضربنا قبل تنخليوها ونضربو في الغرزة اللي وراها في العمود اللي وراها ونديرو غرزة منزلقة من الأحسن، لاحظتو من بعد تندور العمل، هادي الأولى يعني الغرزة الأولى متنخدموهاش، العمود الأول تنجيو العمود الثاني تنديرو غرزة حشو، يعني فوق كل عمود نخدمو غرزة حشو، يعني غرزة حشو تجينا حسن من نصف عمود، تتنكملو لاحظتو تنكملو هاد الأعمدة كاملين اللي عندي، لاحظو مزيان في هاد الأخر هذا، يعني واخا كملت الأعمدة تنزيد نضرب واحد الضربة هنايا،
واخا كملت على هاد الاعمدة تنعاود ندير نضرب واحد الضربة هنايا، واحد غرزة حشو وحدة هنا باش تجينا الخدمة هي هاديك. لاحظوا مزيان، تنجي تاني الغرزة اللي ورا الغرزة اللي ورا هادي باش ضربت، تندير غرزة منزلقة نفس العمل. لاحظوا مزيان، ندير تاني ستة او سبعة، سبعة يعني نبقى غدا بنفس الخدمة حتى تنحصل على هاد الشكل هذا. لاحظوا يعني هادي غادي تجينا شادة من هنايا لهنا، والاخرى تاني هي غادا بنفس الطريقة يعني حتى تنحصلوا على شكل لواية. وكما قلت لكم الحجم ديالها انتم على حسب الرغبه ديالكم، يمكن لكم ديروها كبر من هذه صغر من هذه، المهم العدد ديال المهم تحكموا تما في عدد الاعمده. لاحظتوا الشكل ديالها كي جا. هذا هو درسنا اليوم، وكما العاده ما تنساوش طبعا الى عجبكم الفيديو ما تنساوش وضع لايك وتعليق تحت الفيديو والاشتراك في القناه. كنت معكم أم سعد عبد الله.